نحن هلا هون بمدينة عزاز ثاني يوم العيد مثل ما لك شايف، نحن هون بنعمل كل شيء لنفرح الاولاد، رغم المفخخات اللي صارت، رغم القصف اللي عم يصير، نحن هون هذا العيد عيد رسول الله وعيد للاطفال، ولا عيد عيد حزين الا بسقوط بشار الاسد، نحن نضل عنا اعيادنا حزينه كامله الا عيدنا الكبير بسقوط بشار الاسد. هلا جينا مدينة الملاهي أنا ورفقاتي مشان نلعب، لعبنا بالمراجيح والزحطونات وبعدين جينا نستريح شوي وبعدين بنكمل لعبنا. بدي أحكي إنه صحيح نحن جايين نلعب بس ما فرحانين ممكن قلبنا، لأنه في أولاد أمسية صار تفجير مات طفل، أهاليه كتير زعلانين عليهم وما عندهم عيد، نحن صحيح جايين بس ما فرحانين ممكن قلبنا.